مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من اونلاين. انا حسام حداد، بكون معاكم من الحد للاربع من الساعه 2 للساعه 3، 4 ايام في رمضان زي ما تعودنا مع حضراتكم. بنتكلم عن اخر الترندز والحاجات اللي بتتكلموا عليها على السوشيال ميديا، وكمان بنتكلم عن حاجات رمضان. في تفاصيل كتيره النهارده معانا في الحلقه في اول يوم في الاسبوع الجديد. رمضان عدى بسرعه الصراحه، يعني خلاص هانت، فاضل 9 10 ايام، والناس اللي على السوشيال ميديا اللي عماله تقول يا رب بقى العيد يجي واحنا عاملين صلاه عيد على صغير. الحر بس، موجه الحر الشديده اللي جت هي اللي تعبت الناس، بس خلاص عدت على خير. وكنتوا بتهرجوا، او كنا كلنا الصراحه بنهرج تهريج جامد جدا على السوشيال ميديا على موضوع الحر. هنتكلم كتير عن الحر، بس خلينا نتكلم اكتر عن قناه زميله جديده بقت موجوده على الساحة المصرية وموجودة على الساحة العربية كمان. قناة مهمة جدا في خطوة للإعلام المصري هتحقق نتيجة عظيمة. ليه هتحقق نتيجة عظيمة؟ لأنها بكل بساطة هتكسر شوكة قناة تانية أو مجموعة رياضية تانية كانت مسيطرة بتحتكر السوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان عشان تتفرج على ماتشات منتخبك الوطني في بطولة زي أمم أفريقيا تروح تدفع دم قلبك عشان تشترك هناك وتعرف تتفرج على محمد صلاح وتريزيجيه وقبلهم عصام الحضري وأبو تريكة. تروح تدفع فلوس، اشتراكات ضخمة جدا جدا، ولو مش عاجبك ما تتفرجش، انزل اقعد في قهوة في الحر في الشارع عشان تتفرج على منتخب بلدك. النهاردة الشوكة دي بتتكسر عشان يتعظوا بقى فيما بعد ذلك من الدوري الانجليزي والدوري الفرنساوي والدوري الاسباني، بما انهم هم اللي عندهم الحقوق. بس واحده واحده يعني الموضوع بيتطور ان شاء الله، لان ما فيش حاجه بتبتدي كبيره في يوم وليله، زي هي قناتهم او مجموعه قنواتهم ما ابتدتش كبيره، بتبتدي خطوه بخطوه تاخد حق بطوله، بعدين حق بطولتين، ثلاث بطولات، الى ان تستطيع المنافسه الدوليه ان شاء الله. خطوه كبيره جدا للتعاون بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه والهيئه الوطنيه للاعلام انطلقت امبارح، وتحديدا الساعة 10 بالليل. القناة الزميلة تايم سبورتس، وهي القناة اللي هتذيع ماتشات كأس الأمم الأفريقية مجانا للمصريين على الأرضي الأريال، وهتقدر تشوفها وهنشرح لك ازاي تقدر تشوفها. تقدر تشوفها بجودة عالية جدا جدا، ومش مضطر ان انت تشتري أريال. هنقول لكم شوية تفاصيل كده، تقدر بلمبة فلوريسنت تعمل أريال، ببنسة في التلفزيون لو الشاشة كويسة اللي عند حضرتك السكرين أو التلفزيون اللي عندك كويسة تقدر تستقبلها، تقدر تجيبها الريسيفر الصغير الديجيتال وتتفرج على القناة. هتتفرج على كل ماتشات كأس الأمم. لا ده أنت مش بس هتتفرج على كأس الأمم، النهاردة كمان هتشوف ماتش الكونفدرالية النهائي، العودة ما بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، هتقدر تشوفها. ولا الحوجة للقناة التانية اللي كانت بتخليك تدفع دم قلبك وتنزل تقعد في انصاص الليالي في عز الحر كمان في الشارع. موجود هيحصل، ما نسبقش الاحداث، موجود هيحصل السنه الجايه في الدوري الانجليزي مثلا عشان تتفرج على صلاح، او في الدوري الاسباني عشان تتفرج على برشلونه او ريال مدريد. بس خطوه بخطوه، ما فيش حاجه، طريق الالف ميل زي ما بيتقال بيبتدي بخطوه. البطوله طبعا هتستضيفها مصر خلال الفتره من 21 يونيو لحد 19 يوليو بمشاركه 24 منتخب لاول مره في تاريخ البطوله، بدل من النظام القديم اللي كان بمشاركه 16 فريق. ده غير كمان انها هتقدم استوديو تحليلي وتغطيه رائعه للبطوله على النايل سات، لان في نخبه وكوكبه من الاساتذه والزملاء في الاعلام الرياضي. البرومو اللي نشرته الصفحه الرسميه لقناه تايم سبورتس حقق تقريبا 500,000 فيو او مشاهده في خلال يومين فقط تايم سبورتس. اما الاكاونت الرسمي للقناه على تويتر فقال في تويته: استنونا يوم السبت مع أقوى انطلاقة لقناة تايم سبورت مع باقة من ألمع نجوم كرة القدم مجانا وبدون اشتراكات على النايل سات تردد 11449 أفقي، هاشتاج تايم سبورتس. طبعا في البرومو اللي تابعناه القناة بتضم نجوم كتيرة جدا من نجوم الإعلام الرياضي وكرة القدم، وده اللي خلى الجماهير تكون سعيدة بالكتيبة الإعلامية دي، زي صفحة ماجيكانو اللي نشرت صورة طاقم العمل في قناة تايم سبورتس. هسيبكم مع البرومو ونرجع نشوف بعديه صورة طاقم العمل اللي كانت موجودة امبارح. الكورة، الكرة هي الرياضة الفريدة اللي بيتفق عليها العالم كله بدون منازع، من شرقه لغربه بنعشق الكورة بكل تفاصيلها، قلبنا بيدق مع كل شوطه،
بنقف مع كل هدف. شجع بلدك على تايم سبورت. بنلون الملعب بالاعلام وبنهز الارض بصوتنا. الكرة رياضة مش عادية، نجومها موهوبين، بلمسة منهم قادرين يشعلوا الملعب حماس. ملحمة في 90 دقيقة مليانة مشاعر ولحظات فارقة بتتحفر في الذاكرة. تحديات وعقبات بتصنع أبطال. شجع بلدك على تايم سبورتس. المباراة بتبدأ هنا قبل الملعب. الكرة كواليسها أهم ما فيها. الكرة لغة وإحنا هنا عندنا مفردات اللغة دي، واللي يفهم تفاصيلها ويلعبها صح لازم يكون عنده خبرة. هنحكي ونفتكر ونعيش معاك كل التاريخ. في الاستوديو التحليلي المباراة بتبدأ هنا قبل الملعب والأحداث ما بتنتهيش مع صفارة الحكم. الصورة واضحة، المعلومة بتتبسط والرسالة بتوصلك من غير قيود. في تايم سبورتس. شجع بلدك. شجع بلدك. شجع بلدك. شجع بلدك. شجع بلدك على تايم سبورتس. أما أكاونت إي بارينا الرياضي على تويتر فبرضو نشر صورة لطاقم قناة تايم سبورتس. زي ما حضراتكم شايفين دي التويتة مبدئيا اللي حطيتها تايم سبورتس على تويتر. استنونا يوم السبت اللي هو امبارح مع اقوى انطلاقه لقناه تايم سبورت مع بقى من المع نجوم كره القدم مجانا وبدون اشتراكات على النايل سات. وزي ما قلنا لحضراتكم قبل ما نشوف البرومو التردد بتاعها 11.44.9 افقي هاشتاج تايم سبورتس. الصوره اللي بعدها هي صوره طاقم العمل اللي هنشوفها دلوقتي من الزملاء والاساتذه في الاعلام الرياضي، ناس كتيره جدا جدا وعلى راسهم طبعا كابتن احمد شوبير، كابتن سيف زاهر، ناس عديده جدا جدا جدا، شيخ طه اسماعيل، كابتن حسن شحاته، الاستاذ حسن المستكاوي، كابتن جمال الغندور، فيلسوف الكره المصريه، حازم امام، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، والعديد والعديد من الاسامي. مش عايز اقول الاسامي كلها لان لو قعدنا نتكلم على الزملاء اللي شغالين قدام الكاميرا وورا الكاميرا في القناه هنتكلم لغايه بكره الصبح. نجوم كتير من اللي انضموا لقناه تايم سبورتس نوهوا على الاكونتات الرسميه لميعاد انطلاق القناه، زي مثلا الكابتن حسني عبد ربه اللي موجود برضه في الصوره، قال قبل الافتتاح على طول نشرت البيج بتاعته على الفيسبوك وقال اليوم افتتاح قناه تايم سبورتس، انتظروني في 10 مساء في اولى حلقات البرنامج. معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطا 5/6، التردد 11.449، القمر هو القمر المصري نايل سات وقناة تايم سبورتس. عشان الناس اللي بتسأل، هي موجودة على البث الفضائي في النايل سات وموجودة على الأرضي. القناة اللي موجودة على النايل سات هتذيع الاستوديوهات التحلية ببرامجها بكل التفاصيل دي، لكن الماتشات هتكون موجودة على الأرضي فقط لسكان مصر المحروسة في كل محافظات مصر على التلفزيون الأرضي بجودة عالية جدا. برضو الكابتن أحمد شوبير نوه على الأكاونت بتاعه على تويتر لافتتاح القناة وقال للمتابعين انتظرونا الليلة 10/10 مساء بداية قناة تايم سبورتس الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2019. ونفس الصورة المجمعة للزملاء اللي موجودين في الاستوديو الخاص بالقناة. أما كريم سعيد زميلنا ورئيس تحرير يلا كورة فقال على تويتر الله أكبر ولله الحمد، ان شاء الله اخوض تجربه جديده كمحلل فني مع قناه تايم سبورتس خلال بطوله كاس الامم الافريقيه. الف مبروك يا كريم، توفيق. كمان المراسل الزميل محمد طه اللي نشر على حسابه في الفيسبوك وقال بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله ان شاء الله مراسلا لقناه تايم سبورتس لتغطيه كاس الامم الافريقيه افكون 2019، اتمنى التوفيق من الله وان تنال اعجاب الجميع. والتيشيرت اللي بيكون بيلبسه الزملاء المراسلين في ارض الملعب وكمان البلايزر او الجاكيت اللي بيكونوا بيرتدوه في الزي الرسمي للقناه. الاهتمام بالقناه كان كبير جدا حتى قبل انطلاقها، فبيج نايل سات وهي صفحه غير رسميه لكنها متخصصه في نشر تردد اهم القنوات على النايل سات، قالت بننشر لوجو قناه تايم سبورتس بشكل حصري. الكلام ده كان يوم 19 مايو الساعه 10 الا ثلث اول حد نشر اللوجو. الناس كانت متابعه العد التنازلي لافتتاح القناه، زي مثلا اكاونت باسم روماني يوسف اللي قال باقي 10 ساعات على فتح قناه تايم سبورتس، ودي القناه اللي هتذيع بطوله الامم الافريقيه، واللي عايز التردد هيحطه في بوست ثاني تايم سبورتس كانت 9 ساعات 59 دقيقه. اكاونت ثاني باسم مروان اسامه اللي نشر صوره للتايمر وقال قناه تايم سبورتس الناقله لبطوله امم افريقيا ستبدا بعد 6 ساعات من الان. طبعا ناس كتيرة جدا كانت بتكتب التردد وتعمله شير، زي اكاونت فادي جمال اللي قال في قناة اسمها تايم سبورتس يا جماعة هتذيع مباريات كأس الأمم الأفريقية على القناة الأرضية ليها وهتذيع كل الاستديوهات التحليلية وأخبار المنتخب والتدريبات على قناة فضائية على تردد 11.449، وصورة للكابتن حازم إمام وصورة للكابتن أحمد شوبير. طبعا احنا شفنا امبارح
التألق يعني خافيار أجاري مدرب منتخب مصر كان موجود في الاستوديو امبارح. شفنا المدرب المساعد لمنتخب نيجيريا كان موجود بالساتلايت على القناة امبارح. شفنا المدرب السابق لمنتخب أوغندا كان موجود بالساتلايت امبارح كمان. شفنا كوكبة من نجوم الإعلام الرياضي والرياضة المصرية وتحديدا كرة القدم كانوا موجودين امبارح. أما بيج أوف سايت فكتبت التردد كامل وقالت رسميا قناة تايم سبورتس تعلن أنها ستفتتح اليوم الساعة 10 بتوقيت القاهرة مع باقة من ألمع وأقوى المحللين والمراسلين والتفاصيل الخاصة بالقناة. والقناة موجودة مكان قناة دي أم سي سبورتس الزميلة من مجموعة دي أم سي الزملاء طبعا في مجموعة إعلام المصريين. والتفاصيل الترميز 27500 تصحيح خطأ 2/3 المعدل أفقي التردد الأرضي وده مهم UHF 32 للناس اللي هتدور عليها ديجيتال وهنقول إزاي. أكاونت باسم أحمد إبراهيم قال تايم سبورت القناة الرياضية الوطنية التي بدأ انطلاقها أمس ستنقل كافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام من 21 يونيو المقبل. ده أحمد إبراهيم. الاهتمام بالقناة ما كانش مقتصر على مصر بس، كمان كان إخواتنا العرب مهتمين بالخبر ده، زي مثلا من المغرب بيج مشجعين فريق الرجاء البيضاوي رجاء كازابلانكا اللي قالت قناة رياضية مصرية جديدة ستبث على نايل سات بمناسبة كأس الأمم الأفريقية اسمها تايم سبورتس، وذكرت أن القناة هتنقل كأس الأمم الأفريقية وأنها هتكون نقلة في الإعلام، وقعدت تقارن ما بينها وما بين الإعلام الرياضي المغربي وأن محتاجين أن هم ينقلوا بعض الخبرات زي المصريين في مجال نقل الإعلام الرياضي ويكون عندهم قناة فعلا زي تايم سبورتس تقدر تكسر شوكة الاحتكار في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط. الإعلامي السعودي غانم القحطاني قال الشعب المصري سيشاهد البطولة مجانا بدون تشفير أو احتكار. أطلقت الهيئة الوطنية للإعلام المصري قناة تايم سبورتس التي سوف تذيع على البث الأرضي مباريات كأس الأمم الأفريقية اللي بتستضيفها مصر يوم 21 يونيو المقبل، وأعلنت القناة عن ترددها الفضائي وهو 11/44/9 أفقي ومعدل الترميز 7/2/500. أول مفاجأة جهزتها قناة تايم سبورتس للجمهور المصري كان قرارها بإذاعة ماتش الزمالك النهاردة الساعة 10 بالليل ونهضة بركان المغربي اللي هيتلعب النهاردة زي ما قلت لحضراتكم. خلينا نشوف البرومو اللي أذاعته القناة لنقل هذه المباراة الهامة، وبكل توفيق لنادي الزمالك سواء كنا أهلوية أو زملكاوية. نشوف البرومو. الزمالك المصري يواجه نهضة بركان المغربية في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الأحد الساعة 10 مساء على تايم سبورتس حصريا على التردد الأرضي UHF 32. الناس في الكنترول حتى مش مصدقين ان انا اهلاوي وحشجع الزمالك. ليه يا جماعة؟ احنا يعني مش قاتلين لبعض قتلة، والله فعلا اهلاوي وحشجع الزمالك وبقولها من قلبي. يعني زي ما قلت الحلقة اللي كنا بنتكلم فيها على ماتش الزمالك في الذهاب اللي خسروا 1-0 في الوقت بدل الضايع، الزمالك فرقة مصرية، لو مش عايز تشجعها عشان هي فرقة مصرية فكر بشكل براجماتي، في 3 أو 4 لعيبة من الزمالك في منتخب الوطني لكرة القدم، واحنا داخلين على كأس الأمم، ما ينفعش اللي تبقى لعيبة الأهلي خارجة من البطولة الأفريقية شايلة 5 من سان داونز ومعنوياتها في الأرض قدام الأفارقة وكمان لعيبة الزمالك تبقى خسرانة البطولة. في الآخر هيتقال الزمالك المصري وهتتحسب مصر فرقها خدت الكونفدرالية كذا مرة والأهلي خد الكونفدرالية كذا مرة، في الآخر هي فرقة مصري. ممكن ما شجعش الزمالك على مدار البطولة لكن ما دام وصل فاينل هشجعه بكل تأكيد، لأنه فرقة مصرية لما يبقى فيه مكافآت تروح للعيبة فهم مصريين، لما الفلوس دي هتخش البلد اللي هيديها الاتحاد الأفريقي المصري هتخش خزنة مصرية عملة صعبة داخلة، لما الفرقة دي تكسب بطولة هيطلع منهم محترفين يحترفوا برا ويرجعوا يلعبوا مع المنتخب. عايز تشجعهم شجعهم، مش عايز تشجعهم ما تشجعهمش، عايز تشجع نهضة بركان شجع نهضة بركان، بس ما تجيش تقول اصل هم ما كانوش بيشجعوا الاهلي في ماتش بتاع سان داونز او في بطولة افريقيا. هو حر،
ليك جار حرامي بينط على البيوت وبيسرق، هتروح انت كمان تسرق زيه؟ لا، يعني يتبلغ عنه يا اما بقى خليك في حالك انت واعمل اللي انت عايزه. ففي الاخر لازم نشجع الزمالك. ليه؟ لان الزمالك فرقه مصريه بشكل براجماتي، بشكل قومي، بشكل وطني. الماتش هيقام على ارض مصر، ايا كان شجع الزمالك فرقه مصريه فعلا. احتفل مع الزمالك ان شاء الله هيكسب الماتش النهارده، وبكره في حلقه اونلاين كواحد اهلاوي مصري هشجع الزمالك النهارده، وبكره هحتفل معاكم ان شاء الله بالكونفدراليه الجديده لنادي الزمالك. ده خبر كان مفرح جدا لجماهير الزمالك انها هتشوف الماتش ومش هتضطر تروح تتفرج عليه على القناه الثانيه، زي اكاونت باسم بنت الزمالك اللي قالت تعالى نكسب افريقيا. رسميا قناه تايم سبورت تنقل لقاء الزمالك ونهضه البركان في نهائي الكونفدراليه على التردد الارضي ليها بنت الزمالك. اما عمر فنشر صوره لبوست لتردد القناه وقال اعملوا ريتويت يا جماعه عشان الناس اللي مش مشتركه وما عندهاش بي ان سبورتس الارضي. دي قناه تايم سبورت اللي هتنقل امم افريقيا، وهي اللي هتنقل ماتش الزمالك بكره او النهارده الساعه 10 ان شاء الله. ريتويت عشان اخواتنا البنات بالذات اللي مش هيعرفوا يتفرجوا غير في البيت. وبعد انطلاق بث القناه كان في برضه اهتمام كبير على السوشيال ميديا، فبيج باسم الزملكاوي نقلت سكرين شوت عن بث القناه وقالت بدا بث قناه تايم سبورتس الان على تردد 11.44.9 افقي على النال سات. اما تيمو الكينج فقال اول خبر طلع من قناه تايم سبورت ان هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب الفرنسي، هيرفي رينار في اخبار قويه انه هيكون على راس القياده الفنيه لنادي بيراميدز في الدوري المصري. هنشوف بعد انتهاء البطوله ايه اللي هيحصل من هيرفي رينار، واذا كان هيسيب فعلا منتخب المغرب ويجي يمرن فرقه في مصر ولا لا. اما محمود البديوي فكان فرحان ان القناه اشتغلت، بس كان لسه محتاج اريال تاني لتايم سبورتس استوديو الامم الافريقيه، ولسه جديد عندنا احتمال نشغل الاريال تاني الاسبوع اللي جاي وهنحدد الجديد ونشرح لكم. كمان اكاونت محمد الجزار الصحفي الرياضي قال لا يصح الا الصحيح. اخيرا المحترم والمهني جدا تامر صقر يعود للظهور على الشاشه عبر قناه تايم سبورتس، اضافه قويه ومميزه بالتوفيق. الف الف مبروك للاستاذ تامر صقر. فعلا مش محتاجين ان احنا نتكلم على قامه رياضيه في الاعلام الرياضي على مستوى الوطن العربي مش في مصر بس. الف الف مبروك استاذ تامر صقر بكل التوفيق، ومبروك كمان لتايم سبورتس ان في قامه زي دي زي تامر صقر. الف الف مبروك يا تامر دخولك في قناه زي دي استاذ تامر صقر في قناه تايم سبورتس. بالنسبه بقى لطريقه المشاهده على البث الارضي الرقمي الديجيتال، فاحنا كمصريين نحب نساعد بعض قوي ونكتر من خيرنا ونقف جنب بعض زي ما الاهلاويه كده ان شاء الله النهارده هيقفوا جنب الزملكاويه. وهقول لكم ازاي تتفرجوا على الماتشات. ركزوا بقى معايا وعلى راي شيف شربيني ورقه وقلم واكتبي معايا يا ست الكل. كتير من البوستات والتويتات كانت بتشرح الموضوع ده، زي صحفي الرياضي احمد يمني اللي قال بالنسبه لمشاهده بطوله كاس الامم على البث الارضي اي حد الشاشه بتاعته فيها خاصيه الدي في بي، خاصيه الدي في بي يقدر يجيب الكونفرتر ده اللي حضراتكم شايفينه ده، بتروحوا لاي محل بتاع دش او اي محل كهربائي تقول له انا عايز الكونفرتر ده ب5 جنيه، ده يوم ما يضربوا الدم ويتمعظم هيبقى ب5 جنيه، ويفك سلك الدش من الريسيفر ويركب الكونفرتر ده اللي هي القطعه النحاسيه دي زي الجاك بتاع زمان على السلك، ويركب السلك في مدخل الاريال في الشاشه. تمام لغايه هنا؟ بعدها تروح ماسك الريموت وتعمل بحث ديجيتال، هيطلع لك النيل للرياضه وقناه تايم سبورتس. ده لو انت عندك دش وما عندكش اريال، هتجيب الكونفرتر وتشيل الوصله اللي في اخره بتاع سلك الدش وتركب الكونفرتر ده ب 5 جنيه وتوصلها على الشاشه. طيب لو الشاشه بقى ما فيهاش خاصيه الدي في بي، شاشه قديمه شويه مثلا، فشخص اسمه اكاونت اسمه احمد العزب قدم طريقه ابسط ما يكون، ورقه وقلم واكتب معايا يا سيد الكل واكتبي معايا يا ست الكل عشان جوزك لما يرجع من البيت تعملي له مفاجاه يتفرج على ماتش الزمالك النهارده. وانتوا عارفين المصريين ما بيغلبوش، عندنا 500 حل وحل. قال في ثريد كامل على تويتر طريقه تشغيل القناه على الارضي، وفي اول تويته كتب ان شاء الله بكره اجيب لكم طريقه الاستقبال للشاشات الداعمه وصنع اريال يدوي بمنتهى السهوله. التفاصيل ايه بقى؟ ركزوا عشان دي مهمه للناس اللي ممكن ما يكونش عندها اريال.
التويته الجايه نشر صوره للمبه فلوريسنت زي ما حضراتكم شايفين. اللمبه الفلوريسنت اللي بتنور ابيض دي وفي منها اصفر جديد، يعني اللمبه الفلوريسنت اللي عارفينها اللي بتبقى مرميه في الشارع والعيال الصغيره بياخدوها يكسروها عشان يعملوا صوت فرقعه. امان امان. قال دي صوره الاريال اللمبه موصل منه سلك كهرباء بسمك 1 ملليمتر، تمام. اما طريقه توصيل السلك فقال ده سلك الدش، جاب سلك دش موصله بسلك كهرباء القادم من اللمبه، سلك النحاس في طرف والناحيه الثانيه طرف الشعر. يعني هتجيب سلك كهرباء توصله باللمبه يمين وشمال، وفي الاخر توصله بسلك الاريال، طرف من سلك الاريال فيه الحته النحاس والطرف الثاني هتجمع فيه الشعر بتاع سلك الاريال وتوصله بسلك الكهرباء يمين وشمال اللي جاي من اللمبه. وبعد التجربه على التلفزيون قال ده استقبال القنوات الارضيه على الشاشه بعد توصيلها بالسلك اللي جاي من اللمبه الاولى الارضيه، اللي جاي من اللمبه يعني عفوا، هيبقى فيها القناه الاولى الارضيه والثانيه الارضيه والنيل الاخبار وجوده الصوره زي ما حضراتكم شايفين عن طريق سلك كهرباء ولمبه فلوريسنت وسلك اريال. وفي اخر تويته عرض جوده البث بالطريقه اللي نشرها دي لقناه تايم سبورت وقال ده استقبال قناتي نايل سبورت او نيل الرياضه الارضيه ناقل لمباراه نهائي كاس الاتحاد الافريقي بين الزمالك ونهضه بركان، وقناه تايم سبورت الناقله لجميع مباريات كاس الامم الافريقيه 2019 والمقرر افتتاحها غدا ان شاء الله، وجوده الصوره زي ما حضراتكم شايفين قدامكم. تمام، اللي عنده شاشه حلوه فيها دي في بي هيجيب الكونفرتر ويوصلها، اللي ما عندوش تقدر تجيب اريال، اللي ما عندوش لمبه الفلوريسنت، اللي مش هتعرف تحط فين اللمبه الفلوريسنت استلف بنسة من مراتك وحطها في الجاك اللي في ظهر الشاشة، الصورة مش هتبقى اعظم حاجة بس هتساعد. اللي ما عندوش انزل العتبة او انزل شارع عبد العزيز او اي حد بتاع دش جنبك وكان بيبقى فيه اريال صغير بيتحط داخلي تقدر تجيبه. ما عندكش ده ولا ده ولا ده، سلك كهرباء ووصله في الجاك اللي ورا، هتبقى الصورة مهزوزة شويتين بس لغاية لما تقدر تتصرف في كل التفاصيل دي. كل الحلول اهو على كل لون يا بطستة. ألف مبروك قناة لايم سبورتس، أنا بشكل شخصي متحمس جدا جدا ليها، لأن خلاص ما احناش مضطرين في بعض البطولات، عشان بس يبقى الكلام في محله، ما احناش مضطرين في بعض البطولات إن احنا نروح نشترك في قناة تانية عايزانا كمصريين عشان نتفرج على البطولة اللي هتتلعب على أرضنا تدفع 600 جنيه لو أنت مشترك. يعني لو أنت عايز تتفرج على كأس الأمم هتضطر لو أنت أوريدي مشترك والاشتراك بتاعك 1000 وشويه ولازم تشتري الريسيفر بتاعهم اللي هو ب 700 ومعرفش كام ولا ب 1000 وكام، وبعدين لو الكارت راح او الريسيفر راح تعمل كل التفاصيل دي زائد ال 600 جنيه، فما بالك انت لو مش مشترك هتدفع كام وفيها 600 جنيه؟ لا ده كمان انت هتتفرج على نهائي الكونفدراليه وكل الماتشات الافريقيه اللي جايه اللي بتقام على ارضك ليك الحق ان انت تتفرج عليها، وخطوه كمان الماتشات بتاعه الفرق بتاعتنا لما تلعب بره يقدر يكون في توأمه ما بين الدول دي انها تتذاع ارضي فتتذاع على القناه دي، فلو الزمالك بيلعب نهضه بركان في المغرب تقدر القناه تتفق معاهم ان هو هتديلهم البث بتاع ماتش الزمالك هنا ارضي واحنا ناخد منهم الماتش بتاع نهضه بركان هناك ارضي، فنذيع الماتشات تبقى ضربه معلم وما تبقاش ضربه معلم. السوشيال ميديا بقى كلها واقفه النهارده في ظهر الزمالك بتدعمه في عوده نهائي بطوله الكونفدراليه، وكلنا اهلاويه وزملكاويه بنشجع الزمالك كممثل مصر في البطوله. هنتابع الماتش اللي هيكون الساعه 10 ان شاء الله على قناه تايم سبورتس. كل التوفيق كل التوفيق للفارس الابيض النهارده، كل التوفيق والله العظيم من قلبي، عشان بس ما حدش يقول انت بتمثل قدام الكاميرا، والله العظيم ثلاثة هشجع الزمالك وانتظر كل الناس النهارده تشجع الزمالك، ولو في احتفالات هنزل احتفل مع الزملكاويه في جامعه الدول. انا بقول اهو. الاكونت الرسمي لنادي الزمالك على تويتر طمن جماهير النادي على استعداد الفريق ونشر تويته قال فيها الزمالك يخوض مرانه اليومي استعدادا لمباراه نهضه بركان في نهائي الكونفدراليه، كل التوفيق لابطال نادي الزمالك. وعلى الفيسبوك نشرت البيج الرسميه لنادي الزمالك قائمة الزمالك لمعسكر مباراة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية. جنش وعمر صلاح وعبد المنصف ومحمود علاء وعبد الغني والونش وعبد السلام وحازم إمام وبهاء مجدي، عبد الله جمعة، حميد أحداد، خالد بوطيب، الاثنين مهاجمين بتوع الزمالك على فكرة مغاربة، وإن شاء الله
يجيبوا جوان في نهضة بركان والزمالك يكسب. خط الوسط طارق حامد وعبد العزيز، محمد حسن وزيزو، محمد عنتر، يوسف اوباما، كهربا، ايمن حفني، ابراهيم حسن ومحمد ابراهيم. كل التوفيق ليك وكتيبه نادي الزمالك النهارده. بيج جماهيري للزمالك اسمها اخبار الزمالك اول باول، نشر صوره لوصول كاس الكونفدراليه لمصر واللي ان شاء الله مش هيخرج وهيفضل موجود في القاهره، وقالت وصول كاس الكونفدراليه الافريقيه الى مصر. اما بيج في الجول فقالت مشهد تنتظره او ننتظره مساء الاحد النهارده، 50,000 مشجع زملكاوي في ملعب برج العرب ان شاء الله من اجل لقب الكونفدراليه. كل التوفيق، دي التويته اللي كانت من في الجول. اما عن لون تيشيرت الزمالك خلال الماتش فقالت صفحه نادي الزمالك، الزمالك بزيه التقليدي باللون الابيض اليوم في مباراه اياب نهائي الكونفدراليه امام نهضه بركان، وفي المقابل يرتدي نهضه البركان القميص البرتقالي والشرط الاسود. بالتوفيق نادي الزمالك ودعواتكم يا زملكاويه، دعواتكم يا مصريين، نقول يا رب. اما بيج يلا كوره فقالت لقد عاد البطل، نتمنى لحارس عرين الزمالك الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 32 التوفيق والتتويج بالكونفدراليه، كل سنه وانت طيب يا جنش، وان شاء الله تزود عن مرماك وتحتفل ككابتن نادي الزمالك باللقب النهارده. طبعا ماتش زي ده الكل على قلب رجل واحد زي ما بيتقال، والكل بيتمنى فوز الزمالك مهما كان فريقه اللي بينتمي ليه، وهي دي الروح الرياضيه، ومش هلتفت للناس اللي بتقول ما كانوش بيشجعونا. واصل لما في اسبانيا ريال مدريد بيلعب النهائي هم جماهير برشلونه، ما احناش اسبانيا ولا الزمالك برشلونه ولا الاهلي ريال مدريد ولا الاهلي ريال مدريد ولا الزمالك برشلونه. يعني بلاش المقارنات دي. هم عندهم بطولات بشكل تاني وعندهم كره قدم مختلفه تماما. لما نبقى زيهم ما تبقاش تشجعهم. تمام؟ كتير من مشاهير الكوره عبروا عن تمنياتهم للزمالك بالفوز، ومنهم الزملكاوي ميدو اللي قال راجع مصر بكره مخصوص ان شاء الله هروح ماتش الزمالك مع اولادي الثلاثه، نفسي اشوف الملعب مليان، جمهور الزمالك زي زمان، ان شاء الله هنكسب. كمان الكابتن ايمن يونس قال جمعه خير عليكم، عشان تعرفوا من قد ايه الناس بتشجع الزمالك وقاعده على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. التويته دي من يوم الجمعه اللي فات، قال جمعه خير عليكم، كل التوفيق لفريق الزمالك يوم الاحد، قادرين ان تحققوها ابطال باذن الله، دعواتكم ونادي الزمالك مع درع الدوري في المرات القليله اللي خد فيها درع الدوري. هفضل برضو اهلاوي، خدوا الدوري 11 12 مره وبنحفل على بعض وبنتريا، والاهلي واخد 40 وانتوا واخدين 12 مره ولا 15 مره واحنا مبسوطين، احنا اسياد افريقيا على عيني وعلى راسي، بس النهارده هشجع الزمالك عشان فرقه مصريه. كابتن كمال هيثم فاروق قال اسعد ايام، ما اقدرش برضه اعدي الزمالك كده، يعني لازم يبقى في حته صغيره كده، يعني برضه الاهلي يعني في القلب. كمان الكابتن هيثم فاروق قال اسعد ايام حياتي، بل هو اليوم الاسعد على الاطلاق، يوم توقيعي لنادي الزمالك ان شاء الله الكونفدراليه زملكاويه، وهيثم فاروق وهو بيمضي عقود انضمامه لنادي الزمالك. كمان المعلق الرياضي بلال علام قال غدا هو اللقاء، شمس الزمالك ستشرق من جديد، ورسالة للجمهور الحاضر غدا، أنتم أهم لاعب ومفتاح الفوز، يا رب يا رب وفق الزمالك ورجع جمهوره فرحان يا رب العالمين، أمين يا رب إن شاء الله. أما المعلق الرياضي علي محمد علي فقال يا رب انصر الزمالك واسعد جماهيره بلقب الكونفدرالية، وصورة لفريق نادي الزمالك. اما بقى بوستات الجماهير فبالالاف، اكاونت مثلا باسم حفيد مرزباخ قال الصائم دعوه لا ترد، اللهم الزمالك بطلا للكونفدراليه هذا العام، اللهم امين. كمان اكاونت باسم مستر اوفا قال يا جماعه انا جبت تذكره ماتش الزمالك واكتشفت ان عندي امتحان، فلو حد حابب يروح الامتحان يكلمني. بكل تاكيد كمصري عايز الزمالك يكسب، بكل تاكيد بعيدا بقى عن التهريج اللي كنا بنقوله كده، لا الزمالك ان شاء الله النهارده يكسب، يعوض خساره الاهلي ويرفع اسم مصر مره تانية في افريقيا. لما يكون عندك فرقه واخده الكونفدراليه قبل ما تخش بطوله كاس الامم الافريقيه تخوف الناس، يقول لك اه ده في فرقه مصريه واخده لسه الكونفدراليه، خلي بالك من منتخب مصر، لو انت خايف منه ايراد هتبقى خايف منه ايرادين. فكل التوفيق بكل تاكيد لنادي الزمالك النهارده، واتمنى فعلا من كل الناس تشجعه بعيدا عن كل التفاصيل اللي احنا قلناها عن جمهور الاهلي والزمالك. خلينا نروح لموضوع بعيد شويه عن كره القدم، وهو الحر اللي عشناه وشفناه، درجات الحراره اللي كانت تفطس اجدعها واحد بيحب الصيف، عشان بس الناس اللي بتحب الصيف يعني تتعظ، مش انتوا السبب ولا بلومكم والله، بس يعني كنتوا عايزين الصيف اهو بقى اشربوا وشربنا معاكم يعني.
مصر عاشت ايام الاربعاء والخميس والجمعه اللي فاتوا درجات حراره مرتفعه جدا، وصلت في حتت لمستوى 45 درجه مئويه، رغم اننا لسه في فصل الربيع جغرافيا، احنا لسه ما دخلناش الصيف يا جماعه، احنا لسه في الربيع. يعني ايوه الدنيا ربيع والجو بديع، الجو مش بديع خالص، الجو مش بديع خالص، الجو بنغلي. شبكة أكيرت وذر الأمريكية المتخصصة في الأرصاد الجوية وصفت موجة الحر اللي تجاوزتها مصر بأنها خطيرة جدا، طبعا ده غير تحذيرات هيئة الأرصاد في مصر للمواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وطلبت منهم ارتداء غطاء على الرأس، يعني تحط ست تحط إشارة، بتلبس طاقية، راجل يلبس كاب، يلبس برنيطة في حال الاضطرار طبعا للمشي في فترة الظهيرة في الشوارع. وخلي بالكم الكلام ده مهم، لأن في احتمالية يكون في موجة حر تانية، فالكلام ده مهم جدا. طبعا منصات التواصل الاجتماعي ما كانش عليها كلام غير عن موجة الحر خلال الأيام اللي فاتت، زي صفحة مثلا أو بيج هيليولوجي نشرت بوست: اللهم هون حر شمسك على العمال وأصحاب الرزق والقاصدين بابك الكريم، أمين يا رب. واحدة عمال النظافة في الشوارع ربنا يعني يتولاهم برحمته ويقدرهم على عملهم. كمان الفنان نبيل الحلفاوي قال على الاكونت بتاعه على تويتر: ربنا مع كل من يعمل في الصحراء او اماكن مكشوفه في درجه حراره قد تصل للخمسين تحت الشمس الحارقه، ومنهم فنانون وفنيون وعمال لا يملكون ترف الالغاء او التاجيل لان الحلقات تذاع بالفعل، لان في مسلسلات لسه ما خلصتش يا جماعه، لسه بتتصور، ابتدى يتذاع منها حلقات لغايه النهارده، بس في حلقات في الاخر لسه ما خلصتش فيها مشاهد، ففي ناس شغاله، واحيانا بيكون التصوير خارجي في الشارع في الحر، مفيش تكييفات، ما تفتكروش ان مهنه التمثيل سهله، في بيقفوا في الحر اسهل من مهن تانية، اسهل من مهن تانية زي ما قال عمر الشريف في انترفيو وكلنا شفناه على السوشيال ميديا، بس الناس برضو واقفه في الشارع. المهنه ما هياش الممثل اللي واقف قدام الكاميرا بس، في مصور وفي فني وفي مخرج وفي مدير تصوير وفي عمال اضاءه وعمال ديكور ومساعدين اخراج ومساعدين راكورات، في عدد كبير جدا كتيبه جدا بتبقى واقفه في الحر برضو في الشمس في عز نقحه الشمس عشان تخرج المنتج اللي حضرتك بتتفرج عليه، عشان ده شغلهم وبياخدوا عنه فلوس، الشغل ما هوش بدون مقابل، في فلوس في الاخر لكن الناس فعلا ربنا يلطف بيها. برضو الفنانة شيرين رضا اتكلمت عن موضوع الحر وعن نفس الموضوع ووقفة الناس في الشارع بس من زاوية تانية مهمة جدا، وقالت في تويتر على الاكاونت الرسمي: الله يكون في عونهم على جسمهم 20 كيلو حديد ومعدات وخوذة تقريبا كيلو وربع، واقفين في درجة حرارة 50 وهم صايمين، يا رب الطف بيهم، الطف بكل عساكرنا، عساكر المرور، عساكر الشرطة، عساكر الجيش والقوات المسلحة، اللي واقفين على حرس حدود، كل من يعمل في الشارع في هذه الموجة الحارة نرفع له قبعة وبنقول له تحياتنا ليك وربنا يلطف بيك في هذا الجو الحار للغاية. اما اكاونت محمد الشريف فنشر صوره لواحد من مظاهر الرحمه بالحيوانات في الظروف الجويه الصعبه دي، لواحد راكب عربيه كرو وحاطط يعني ضليله على الحمار عشان يرحمه من الحر الفظيع ده. كنا بنتكلم كمان الحلقه في الاسبوع اللي فات عن قد ايه مصريين مترابطين مسلمين ومسيحيين، ازاي في حاجات خارجه من كنايس زي موايد رحمن وشنط رمضان، والناس اللي نزلت في الشارع عملت انها مسيحيين وقت الفطار والناس بتوزع عليهم الاكل، وقال له: واحد يا عم، كلنا واحد، احنا لسه برضو كلنا واحد وهنفضل ان شاء الله كلنا واحد بعيدا عن المنغصات الصغيره اللي في دماغ ناس ربنا يهديهم. يعني الكنيسه الانجيليه في مصر الجديده نشرت فيديو اقل حاجه توصفه انه حاجه بديعه، ايه الجمال ده، ايه الجمال والحلاوه دي، ايه المصريين دول يا جماعه، احنا فعلا شعب عظيم جدا جدا يعني، بس نفهم ده ونقدره. الكنيسه بيصلوا لاجل اخواتهم المسلمين الصايمين في الايام اللي وصلت فيها درجات الحراره لمستويات غير طبيعيه، بيصلوا في بيت ربنا في دينهم للمسلمين اللي بيصوموا، الله محبه، احنا واحد. كان في ناس تانية بقى بتقول نصايح لمواجهه الحر ده، منهم صفحة الورقة بيج اسمها الورقة متخصصة في الكاريكاتير، نشر الكاريكاتير فيه شوية نصايح للهروب من الحر، وقالت في البوست: لو حاسس بالحر روح الأماكن دي، اطلع على أي بنك أو روح أي سوبر ماركت كبير، روح على أي محل ملابس، أي مكان فيه خدمة عملاء زي ما حضراتكم شايفين. والورقة إسلام جويش وكاريكاتير اللي رسمه إسلام جويش، طبعا كل التحية لإسلام. ليه تروح الأماكن دي؟ عشان الأماكن دي فيها تكييفات بالعربي، خش وما تعملش حاجة، ولو حد قال لك حاجة قول له أنا جاي أرتاح من التكييف، يبقى واحد لو قال لك اطلع ورا جاي أرتاح من الحر هقف في التكييف 3-4 دقايق لغاية لما تهدى وعرقك ينشف
خصوصا ان انت مش هتقدر تشرب ميه للناس اللي صايمه دلوقتي. نصيحه ساخره بقى تانيه كانت من كريم تقي اللي قال الارصاد الجويه تنصح المواطنين تمشي شويه بوشك وشويه بظهرك عشان تبقى مقرمش من بره وطري ولذيذ من جوه. احنا اولاد نكته برضو. ده كريم تقي. كان في ناس كمان بتشتكي من همها زي اكاونت باسم ميشو اللي نشر كوميك بيقول ده ايه الصهد اللي مطلعاه المروحه علينا ده؟ انت مستوعبه وظيفتك كويس؟ ودي مشكله بقى عندنا في مصر يا جماعه، المروحه ما بتطلعش هواء ساقع، المروحه بتقلب الهواء اللي موجود. فلو فاتح الفرن وحطيت قدامه مروحه هتطلع لك هواء سخن. في درجه الحراره اللي احنا كنا شفناها بتقلب هواء سخن، انت بتاخد شرد في وشك. بتاخد صهد، المروحه مش خالص، هي بتقلب عليك هواء سخن. وبتعي كمان في الاخر، في ناس بتعيا من مروحه زي ما في ناس بتعيا من التكييف. يعني انا بعيا من مروحه ما بعياش من التكييف. بس المروحه مهمتها انها تقلب الهواء مش انها تجيب لك هواء ساقع. اي نعم اه مهم في وقت من الاوقات انك تقلب الهواء اللي موجود في الاوضه اللي انت موجود فيها، ودي تبقى حاجه لطيفه من المروحه. برضو من البوستات دي كان في بوست البيج باسم شقراط مش سقراط، وانا توقفت عند الموضوع ده شويه. شقراط عايزين نبقى نبعت له نساله انت ليه شقراط مش سقراط. البيج دي قالت درجة الحرارة في الظل 45 وده مناسب للزواحف وجايز يكون هايل الكسل في السرير. ده من شركة المرعبين المحدودة لو حد فاكر الكرتون العظيم ده. كريم برضو كان بيشتكي من همه من التكييف في بوست على فيسبوك وبيتخيل ان التكييف بيقوله درجة الحرارة بره 60 وانت عايزني اخليها لك 18. انت عبيط. كوميك كمان. اما مروه مصطفى فقالت الميه فعلا نازله كده نار نار الله الموقده. احمد عبده بقى رغم انه من المحظوظين اللي كانوا نايمين خلال موجه الحر دي لكن برضو كان بيشتكي شويه وقال في بوست لما امك تطفي عليك المروحه وانت نايم. انت مستحيل تكوني ام وعارفه يعني ايه امومه. لكن الناس اللي كانت عندها شغل كان شكوتهم امر، زي اكاونت باسم الرياض اللي قال المدير الحنين رزق يا جدعان، بقول لمديري بكره الجو حر جدا وعايز اجازه، قال لي لما تاخد ضربه شمس هروحك ما تخافش. لكن طبعا شكوى عن شكوى تفرق، زي الكوميك اللي نشره محمد النوبي على جروب حاسبات ومعلومات اللي قارن فيه بين حال المهندس المدني ومهندس البرمجيات، وقال بمناسبه الجو احنا بنعاني، مدني الجو نار في الموقع الطف بينا يا رب، حاسبات التكييف في المكتب بايظ. في الوقت ده نشر اكاونت باسم اميره الجمال بوست تقريبا كل مصر عملت له شير وحقق اكتر من 12,000 شير في النسخه دي. وده ياخدنا الموضوع مهم قوي، الناس اللي بتعمل كوبي بيست يبقى في حد عامل بوست او ستاتس وتلاقي واحد تاني خالص يروح رايت كليك كوبي بيست ويروح حاططها عنده كانها هو اللي اخترعها. وفي نفس الوقت خلي بالكم دلوقتي الفيسبوك بقى بيعمل الجوريثم، فتبقى فاتح النيوز فيد بتاعك كده فتلاقي خمسه سته ورا بعض كاتبينها كانهم هم اللي عاملينها، خمسه سته، وبيبان لك التوقيت فتبقى عارف الصفحه دي سرقت عن الصفحه دي والصفحه دي سرقت عن فلان الفلاني وفلان الفلاني خدها من فلانه الفلانيه اللي هي عيني ما عندهاش غير مثلا 10 فولورز بس هو سرقها منها، ويفضلوا يسرقوا من بعض. النسخه دي عملت الافات الشير 11,000 وكانت بتقول فيه يا رب ان كنت كتبت علينا المناخ الخليجي فلوسه بقى كمان يا رب. دي كانت اخر حاجه معانا النهارده عن موضوع الحر. عد على خير ان شاء الله، في موجة حر تانية جاية في الفصل الربيع اللي احنا لسه فيه، وربنا يلطف بينا بقى في شهر 7 و8 والصيف اللي بجد ربنا يستر. حلقتنا النهاردة خلصت، بس قبل ما بنختم دايما في رمضان بنجيب لكم واحد من اشهر الابتهالات على السوشيال ميديا لواحد من اروع الاصوات المصرية الاصيلة. النهاردة هو الشيخ المبتهل محمد عمران. اشوفكم في حلقة بكرة ان شاء الله. هناك أحلام الخيال.
العلا والروح تمضي في مجال